رجل غاضب يصرخ على السيارات غير مدرك للإعصار يقترب منه. Yo, get the f*** out of the f***ing way, you f***ing dumbass! You f***ing sit down, I'd hit your f***ing car! كان يوما عاديا لأنتوني كياراتشي الذي كان في طريقه إلى العمل في حوالي الساعة 7 صباحا من يوم 16 من فبراير خلال عاصفة في بومبانو بيتش فلوريدا. كانت كاميرا داش خاصته تسجل بينما كان يجتاز بسيارته التقاطع، ذلك عندما لمع البرق وانقطعت الكهرباء في الشارع فحل الظلام، لكن كياراتشي تابع القيادة غافلا عن العاصفة التي تلوح في الأفق والسحب الداكنة في سماء المنطقة بينما انحرف بسيارته عن مسارها من جهة اليمين. لقد كان الإعصار يهب بقوة ويمر من فوقه. لدى الاقتراب أكثر نشاهد كيف بدأ الوضع يزداد سوءا وكياراتشي يمر بين السيارات مسرعا قبل أن يدرك المصيبة التي أحدقت به. لقد أخذ الإعصار ينثر الأنقاض في كل مكان بينما تبع كياراتشي قيادته وهو يصرخ على السائقين الآخرين. وفي خضم الفوضى توقفت سيارة في منتصف الطريق أسادة وبالكاد تفادى الاصطدام بها. وبعد الحادثة حمل أنتون الفيديو على فيسبوك، وعندما قال علق أحد المستخدمين مشككا بأنه لم يكن قادرا على ملاحظة الإعصار، قال إن إضاءة الكاميرا تسمح للمشاهد برؤية الإعصار واضحا أكثر من العين المجردة، ويضيف بأنه كان يركز على القيادة